قامت رئيس الجمهورية، رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد العام للقوات المسلحة، المشير الركن مهدي المشار، الأخ دولة مجلس الوزراء، الأخوة الضيوف من أعضاء المجلس السياسي من مجلس الشورى ومجلس النواب، الأخوة المحافظين، الأخوة قادة القوات المسلحة والأمن، الأخوة المشايخ والأعيان، الأخوة العلماء، الحضور جميعا كل باسمه وصفته، تحية لكم جميعا وتحية لكل قلب ينبض بالحرية على أرض اليمن الطاهرة، تحية لكل مجاهد يده على الزناد في ميادين الشرف والعزة والكرامة، تحية خاصة لهؤلاء الواقفين الثابتين المتأهبين المستنفرين من مقاتل الوحدات العسكرية المختلفة والمشاركة بقواتها الرمزية في هذا العرض العسكري المهيب. أيها المقاتلون الأبطال، ومن خلال استعراضكم العسكري الفريد وهذا، ومن خلال التماسنا بمستوى جهوزيتكم القتالية العالية، فإننا نؤكد بثقتنا الكبيرة ولا متناهية بكم وبما ستقدمونه من أعمال بطولية عند تنفيذكم لأي مهام قتالية لاحقة ضد أي عدوان جديد محتمل يقوم به تحالف الشر على بلادنا. وختاما لذلك، فإننا نقول مجددا لتحالف العدوان إن العرض العسكري الميداني والذي ستشاهدونه اليوم عبر الفضائيات كاف لكم، ومن السهل أن تستوعبوه وتفهموا ما يعنيه. ونضيف برسالة أخرى خاصة إلى من يدعون لأنفسهم بأنهم حكاما ورجال دولة على الجنوب، نقول لهم إن لا قيمة لكم ولا هوية لكم على الأرض، وإنما طال الخائن هادي وجماعته المغربين من المرتزقة فإنه سيطالكم حتما، وإن تأجل عليكم ذلك فمن الرجال الأحرار كثيرون لا يحبون الذل والهوان، ولا يمكن أن يصبروا على أفعالكم المهانة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ولن يصبروا على مواقفكم الدنيئة التي لا تحتمل ولا تطاق. وإنما يجري اليوم أيها المرجفون في من نهب لثروات الشعب اليمني وإباحة الدماء بين اليمنيين والدوس على علم الجمهورية اليمنية أرضاء لأسيادكم في الخليج وأمريكا وإسرائيل، ما هو إلا عمل الخونة، ويدل ذلك على التطبيع. ولكن هذا التمادي سيتوقف قريبا، ومستحيل أن يستمر طالما رسائلنا التي تتوافد إليكم بالتحذير الشديد قد أصبحت كابوسا ثقيلا على أنفاسكم أيها العملاء والمطبعين، فوالله ستلعنكم الأجيال القادمة وسيلعنكم التاريخ أينما كنتم، فوالله إنكم لمدينون، فانتظروا إنا منتظرون.